بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. استمرارا بقى الحلويات رمضان القمر، النهارده بقى عامله لكم البسبوسه المبسبسه القمرايه دي. طبعا مكوناتها كلها صحيه وطعمها حلو جدا جدا، من غير سكر بقى ومن غير دهون كتير ومن غير شربات ومن غير حاجات كتير قوي، وطعمها تحفه وخفيفه جدا جدا، وريحتها ياي مش قادره اوصف لكم حلوه قد ايه، بجد بجد يعني تجاري اي حد في الدنيا. بصوا فلافي كده ازاي وعسوله وخفيفه جدا جدا جدا، وبجد القطعه مشبعه قوي وطعمها حلو. ادوا لايك ويلا بينا على المقادير. اول حاجه المقادير زي ما احنا شايفينها كده، ويلا بينا على الخطوات على طول. اول حاجه هيكون عندي بضايه واحده بدرجه حراره الغرفه، اوكي، وعندي يعني نص كوبايه او اقل من دقيق السميد. طبعا عارفين دقيق السميد اللي هو دقيق البسبوسه اللي احنا عارفينه، طبعا بنجيبه من عند العطار او بنجيبه من السوبر ماركت، سهل جدا. وعندي كمان قد الكوبايه بالظبط دي، نص كوبايه دقيق جوز هند او اقل شويه كمان من نص كوبايه، تمام. دقيق جوز الهند عادي اللي هو المبشور، تمام، 50 جرام، ودي 50 جرام. وعندي معلقتين صغيرين من السمن البلدي او معلقه كبيره من السمن البلدي، ممكن طبعا استبدلها وكذا حاجه هقول لكم ان شاء الله في الحلقه، ومعلقه كبيره بيكنج باودر وفانيليا وسكر دايت وكام لوزه كده حلوه عشان تزيين على الوش. وعندي كمان نص كوبايه زبادي بلدي، يعني ممكن نحطها او ما نحطهاش على حسب العجينه، تمام. هنقول كده بسم الله الرحمن الرحيم، ندي لايك بس الاول وتكتبوا لي كلمه حلوه لو سمحتوا عشان القناه نايمه جدا. هنزل بالبضايه كده وانزل عليها بكام قطره من الفانيليا، طبعا سائله او باودر يعني مفيش اي مشاكل خالص، وابتدي اقلب بقى كله كده مع بعضه بسرعه 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 بسرعه، اقلب 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 لغايه ما كله يتجانس مع بعضه. وبعدين هاخد نص كوبايه او اقل من كوبايه دقيق السميد. انا هعمل كده صينيه صغنونه على قد، طبعا هقسمها عشان خاطر برضو سعراتها اكيد هتكون عاليه شويه بس طبعا صحيه. وهنزل عليها كمان بجوز الهند المبشور وابتدي اقلب. مش قادره اوصف لكم الوصفه دي حلوه قد ايه، وسهله جدا، واتعملت في دقائق معدوده، بجد احلى من البسبوسه الغرقانه في السمنه البلدي وغرقانه بقى في الشربات والحاجات دي. هنزل عليها بمعلقتين الصغيرين من السمن البلدي، طبعا اقدر استخدم زيت جوز الهند، استخدم زيت الزيتون، اي حاجه انتوا تفضلوها، تمام. ابتدي بقى اقلبها كويس جدا واقعد ابس بقى فيها كده. هي يعني اسمها بسبوسه ليه؟ عشان بنقعد نبس فيها، بنعجن فيها شويه حلوين، اوكي. احط سكر دايت، عايزين تحطوا دبس تمر شغال، عايزين تحطوا عسل شغال برضو. انا حطيت سكر دايت على حسب ما انا عاوزه كمان عشان مش عايزه اعلي سعرات، وهقلب كله برضو مع بعض. وانزل بالبيكنج باودر نفس الكلام، معلقه كبيره كده حلوه من البيكنج باودر عشان تطلع فلافي وهشه ومش مكتومه، وبرضو هكمل بس في العجين. بصوا بقعد ابس بس بس كده، قلب 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 قلب. ادوا لايك ادوا لايك ادوا لايك عشان انا بموت فيكم، وانتوا بصراحه مش بتحبوني بس انا بحبكم برضو. بصوا بقى العجينه عامله ازاي، مفروله شويه. فانا هعمل ايه بقى في اللحظه دي؟ هزود نص كوبايه الزبادي. الزبادي ده انا عاملاه في البيت، سهل جدا جدا برضو. وابتدي بقى بصوا اقلبها كده لغايه ما العجين كله يشرب بقى من بعضه، والزبادي كله ياخد مع بعض بقى يعني بشكل ودي كده، ياخد ويدي بشكل ودي. ونقلب بقى كده ونقلب ونقلب ونقلب، ونحط ايه رشه ملح صغنونه خالص عشان تقوي كل الاطعام بقى وتخلي الدنيا ايه عظيمه كده. وبرده نكمل. بصوا العجينه ابتدت تلم على بعضيها كده، وهو ده المطلوب زي ما احنا شايفين كده، وريحتها والله تحفه تحفه. الزبادي بقى مع السميد مع جوز الهند شغل عالي. بصوا لما عجينه تعمل الشكل ده يبقى انا كده تمام في السيف سايد ومظبوط. هجيب بقى صينيه او طاسه اي حاجه عندكم مش مشكله، دي حاجه صغنونه كده على قد. لازم احط فيها ورق زبده يا جماعه، او تدهنوا الصينيه كويس قوي عشان الدقيق بتاع السميد بيلزق شويه هو وجوز الهند. فلو عندكم حته يعني ورقه زبده كده صغنونه ادهنوها برضو دهنه كده بسيطه عشان نقدر نطلع البسبوسه من الصينيه، تفهمين قصدي. هاخد بقى الخليط بتاع البسبوسه القمر دي وهنزل بيها زي ما احنا شايفين كده في الصينيه من دلوقتي، وهي نيه ريحتها تجنن. جوز الهند عامل شغل عالي جدا، طبعا فوائده بقى خطير، هتنزل كلها قدامكم على الشاشه دلوقتي. همسك بقى المعلقه كده وابتدي ابطط ابطط
على حسب بقى السمك اللي انا عاوزاه. بصوا ابتدت يعني رخمه في ايه، بصوا كده زي ما احنا شايفين ورقه الزبده بتطلع وتنزل معايا، فعلا الموضوع يعني غلس شويه. فانا كده جت فكره في دماغي حلوه قوي، وانا بعملها هجيب كوبايه ميه وانزل فيها المعلقه اللي انا ببطط بيها كده ولا بطبطب بيها على البسبوسه. لقيتها فعلا نجحت معايا جدا وما خليتهاش تطلع وتنزل وتضايقني. بصوا سهله جدا، هبطط بقى واحاول اخلي الاجناب كلها قد بعضها عشان متبقاش حته عاليه وحته مش عاليه، تطلع بقى البسبوسه كده معوجه. طب على ايه؟ يلا بقى نظبط كل حاجه مع بعضينا كده. خطيره خطيره خطيره. هجيب بقى السكينه وابتدي اقسم البسبوسه معايا. انا قسمتها على 12 قطعه تقريبا. لازم تقسموها يا جماعه، بيبقى الموضوع سهل جدا ان انتوا تقطعوها بعد ما تستوي، وطبعا بتدي شكل تحفه زي ما احنا شايفين كده. وهجيب بقى ايه اللوز اللي عندي، طبعا ده لوز ني، ممكن ما تحطوش مفيش مشاكل، طبعا ده بيعلي القيمه وكمان بيخلي طعمها حلو قوي ومشبعه جدا. القطعه مشبعه فوق ما تتخيلوا، بتجد بتظبط حته ان احنا محرومين بقى من الحلويات والحاجات الغريبه اللي بيقولوها دي. خلاص انا كده تمام، هاخدها بقى على جنب اسيبها شويه تخمر كده تمام، عشان خاطر ما ينفعش احطها في الفرن على طول. خلاص هسيبها شويه على جنب تخمر ونروح نعمل الشربات. الشربات زي ما احنا شايفين بجيب يعني سكر دايت زي ما انتوا عاوزين باي كميه تفضلوها، وانزل عليه بنص كوبايه ميه اهو. طبعا هكتب لكم المقادير كلها دلوقتي على الشاشه بتاعه الشربات، سهل جدا. عايزين تبدلوا السكر دايت بعسل نحل شغال برضو، دبس تمر برضو شغال عادي جدا، بس انا بحاول يعني ان انا اقلل في السعرات على قد ما اقدر. اوكي هشغل عليه البوتاجاز كده، اول ما يغلي ممكن احط عليه ربع معلقه عسل نحل، لو مش عاوزين مفيش مشاكل عادي، بس بيدي للشربات لون حلو كده وريحه حلوه طيبه يعني. اوكي غلي معايا زي ما احنا شايفين بالمنظر ده، هنزل عليه بقى بعصره النص الليمونه، اتعامل معاه زي الشربات عادي جدا. بصوا بقى شربات البسبوسه لازم يكون بارد والبسبوسه تكون سخنه، ما ينفعش هو بقى سخن والبسبوسه تبقى سخنه، فاهمين قصدي؟ فانا بعمله الاول عشان خاطر اضمن بس ان هو يبرد، وبعدين هبتدي احط البسبوسه في الفرن. كم قطره فانيليا كده عشان الريحه تبقى قويه. يا سلام، مية مية صحي مليون في المية. بصوا كده هو جاهز معايا، هسيبه بقى يرتاح واخش على البسبوسه. بصوا البسبوسه اهي خمرت معايا وبقت زي القمر اهي، احطها في الفرن على درجه حراره 200 في النص، يعني بالظبط 10 دقايق، او اول ما لونها يحمر من تحت هطفي عليها واشغل الشوايه بالظبط دقيقه، اول ما تاخد لون كده حاجه بسيط اطفي عليها واسيبها تكمل سوا كده من غير اي نار خالص في الفرن، فاهمين قصدي؟ ده شكلها بعد ما طلعت. بصوا بقى الحركه اللي لازم تتعمل دلوقتي، هي سخنه جدا والشربات بارد، نسمع احلى طشه كده مع بعضينا، لازم الصوت ده نسمعه. اوكي وبعدين نروح مغطين عليها على طول 10 دقايق وابتدي نقدمها، فاهمين قصدي؟ خلاص بعد 10 دقايق خلاص بقى شكلها كده بالقمر ده. بصوا طريه ازاي وجميله، مش ناشفه ولا شكلها مش عاطفي ولا اي حاجه. بصوا بقى حلاوه الورق الزبده ان انا اقدر اطلعها بمنتهى السهوله، لو هو مش موجود هتلاقيها لزقت بقى وحاجه تخنق يعني، ولازم الواحد يدهن سمنه كتير عشان ما تلزقش. بصوا شكلها قمر ازاي، يلا بقى نقرب ونشوف احلى تفاصيل مع بعض. شفتوا جمالها وشفتوا حلاوتها وقد ايه جميله. بصوا بقى كان نفسي تبقوا معايا عشان تشموا قد ايه ريحتها حلوه جدا، يعني سبحانك يا رب بجد بجد، حلوه وصحيه وطعمها جميل، والسكر بتاعها يعني يعتبر ما فيش سكر اساسا خالص، كل حاجه فيها جميله. بصوا مقسمه وشكلها لذيذ جدا،
يعني حلوة على قد كده وجميلة، وأقدر أخد منها قطعة أو اتنين كسناك من الفطار للسحور، هتسد معايا كتير جدا. أنا باخد يعني قطعة واحدة وبجد سدت معايا قوي. هوريكم طبعا حلاوتها قد إيه، فلافي كده وهشة، والطعم حكاية. واحدة بس كفاية لأن بتشبع قوي. بجد بجد لازم تجربوا طريقة البسبوسة دي، لأن فعلا قمر وطعمها حلو، بص لونها يجنن بجد، لون كهرمان. الحمد لله نحضر نعمل حاجات صحية، محدش بقى يتريق علينا وقالوا انت عاملين دايت ما تاكلوش حاجة حلوة، لا بناكل يا باشا ونستمتع ومنحرمش نفسنا من حاجة ابدا ابدا، لان الاكل الصحي فعلا طعمه جميل. يا رب يكون حلقة النهاردة تكون عجبتكم، متنسوش بقى باللايك والشير والسبسكرايب والفيسبوك والانستجرام والتيك توك، وبحبكم جدا جدا جدا. متنسوش بقى بتعليق، تعليق بليز صغنن كده ودعوة حلوة، عشان بحبكم وعملكم ان شاء الله حاجة العيد. سلام.